أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما أهمية حفظ كتاب التوحيد؟ أهمية كبيرة. كتاب التوحيد يتضمن معرفة التوحيد واعتقاده والعمل به، هو كتاب نفيس، وهو قال الله قال رسوله، ما في شيء من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وإنما هو قال الله قال رسوله. أوله يقول كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليس فيه شيء من كلام الشيخ، وإنما هو آية أو حديث أو استنباط من الآية والحديث. نعم.